إذا لمناقشة الواقع الصحي المتردي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح للجنة الصحة النيابية، حيث أكدت في هذا التصريح وقالت إن الواقع الصحي في العراق بحاجة لتأهيل كبير. ما شكل التأهيل الذي يحتاجه القطاع الصحي في العراق دكتور إبراهيم؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك سيد. سيدي العزيز، ترى مو بس اللجنة النيابية. نعم. اللجنة النيابية حتى مراكز قوى بالوزارة الصحة يشهدون بفشل الواقع الصحي بالعراق منذ أكثر من 20 سنة. الواقع الصحي مبني على المحاصصة، الناس ليسوا بمقدار المسؤولية، تبوأوا مراكز السلطة بوزارة الصحة. نعم. الجانب الآخر، شوف هسه احنا بالمستشفيات ماكو مستشفى، ماكو بناء مستشفى. يعني نفوس العراق كان 25 نفس المؤسسات الصحية، هسه نفوس العراق 42 مليون، فهمت عليه؟ أقل من المستشفيات، أقل، أكو طلعت خارج المسؤولية. نعم. يعني بناء مستشفيات ماكو. للمعلومة الطبية، للمعلومة الطبية هاي الكل يسمعها، الآن ماكو بناء مستشفيات، بس أكو ترقيع مستشفيات. ما يسمى هذا السندويش بنو، سندويش بنو اللي قابل للحرق. نعم. يسوي ملحق للباطنية، يسوي ملحق للحروق، يسوي ملحق للأطفال الخدج. هذه مأساة، هذه ليست جديدة. يعني أنا أقرأ منظمات الصحة العالمية، هذا السي أسوأ بلد في رعاية صحية، ثالث دولة هو العراق. دكتور إبراهيم، الواقع الصحي المتردي، ولكن ألا تؤثر فيها المشاريع الصحية المتلكئة؟ بمعنى آخر أنه هذه المشاريع الصحية المتلكئة تلقي بظلالها على زيادة معاناة المواطنين دكتور؟ صادق صادق. نعم نعم، هذا أعيدك أنا بهذا الكلام. نعم، المشاريع المتلكئة، شوف أكو مشاريع على الورق، أكو مشاريع أكثر من 12 مستشفى افتهمت عليه على الورق. نعم. وحتى بيها نفوس ودنيا عالية يستلمون رواتب بيها، وماكو على الورق، ماكو لا بناء ولا أي شيء آخر. طبعا المريض يعاني، بدليل شو أعطيك أرقام. 80% من المرضى المتمكنين نعم، يطلعون للهند ويطلعون لتركيا ويطلعون لعمان، يعني الدول المجاورة. حتى اكو جماعة بدأوا يروحون لإيران، قلت له ايش بيها إيران؟ يقول لي مو العمولة مالتهم تعبانة، فيروح ويسوي عملية بحدود 3000 4000 دولار. نعم. احنا مأساة. انت شوف هسه اعطيك صورة، مستشفى اليرموك. نعم. مستشفى اليرموك، هاي المعاسي، ما ادري هاي منين متخرجين دول الأطباء؟ طبيب يتور بالدشداشة بالقلابية، هاي شنو؟ هاي وين احنا؟ اليوم أنا مسؤول مستشفى اليرموك قال لي دكتور الطبيب يضرب المريض بوكسي وقع على القاع. نعم. هذا الواقع الطبي، واقع الطبي مأساة والله. طيب صراحة. دكتور، إذا أردنا نعم، تحميل المسؤولية، برأيكم من نعم، المسؤول عن وضع القطاع الصحي، وأيضا من المسؤول عن تلكؤ المشاريع ما أوصل حالة بات يشتكي منه جميع المرضى في العراق؟ من المسؤول برأيكم؟ المسؤول الحكومات المتعاقبة. نعم. الحكومات المتعاقبة، لا أبرئ أحد، لا أبرئ أحد من كل ما يسمى المسميات، هاي المسميات اللي يطلعون، هذا سحاني وطني وهذا سحاني سني وهذا شيعي، كله عمل المسؤولية. المريض العراقي مأساة، يصير ضحية. هذا هسه أقول لك، أنا هسه أنت تقول لي هذا الطفل اللي فقد عيونه وما أدري شنو، أنت 95 سنة مريض 95 سنة بابو غريب اول مرة صارت. نعم. يحيي للطب العدل الطبيب. قلت له وليدي ابني شو القصة؟ يقول على كيفك. قلت له بابا اتكس، ما عندك اخلاق، انا طبيب صار لي 42 سنة دا اقول لك افحص المريض على راسي، اذا اكو اثار شدة خارجية حول الطباب العدلي، ماكو اثار شدة خارجية انطيه سبب الوفاة. قال ما عنده تقارير. قلت له حبيبي 92 سنة شنو ما عنده تقارير؟ شيخوخة وعجز قلب، اكتب. نعم. وشهادة الوفاة مسؤولية من يحررها. الواقع الطبي سيد العزيز، بل هذا الكل يسمع، العراق في انحدار، في انحدار. يعني ما سوينا الدول اللي البارحة صارت.
دكتور، بحسب موقع نوم بيو فإن العراق بالمرتبة الثالثة كأسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية، كيف يمكن التعليق على هذه النتيجة دكتور إبراهيم؟ حبيبي، العراق بلا رعاية صحية، نقطة فقط. ما في رعاية صحية، كذب كذب. أنا إبراهيم كنت مسؤول عن الرعاية الصحية الأولية والرضاعة الطبيعية و إلى آخره. كنا ننطي نتائج، مو أقل من الطموح بس ننطي نتائج. شوف، ضحك عليه، لقاحات صفر، ذاك اليوم المدارس، ذاك اليوم عطلت المدارس، خلصت المدارس، إصابات جدر الماء والنكاف ابتعمت عليها والتهاب الكبد الفيروسي، كله ينتقل عن طريق المدارس، كراودد يعني ازدحامات على المدارس. من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لكم.